كي نستظل بظل عرش الله وندخل إلى ذلك المكان العظيم الجليل في يوم المحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخذنا الحديث النبوي الكريم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأخذنا بكل صفة من هذه الصفات سبعة نماذج ممن تحققوا بها واتصفوا بها، علنا أن نقتدي بهم وأن نسير في دربهم، فصار برنامجنا هذا سبعة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نرجو أن نكون قد خطونا خطوة صحيحة في الدخول إلى ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. سبعة من السبعة مع الداعية سالم بن حفيظ، يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.